المناقيش. المناقيش من الحاجات المشهورة بيها جدا أو مشهور بيها المطبخ الشامي عامة، سوريا ولبنان وشمال العراق. فتعالوا بينا يلا نعمل المناقيش بطريقة سهلة ولذيذة. عايزة أقول لكم بقى ريحتها هتجيب آخر الشارع. تقومي كده تعمليها على عشا الولاد، هينبسطوا جدا جدا. بينا نشوف المقادير. عندنا 4 كوبايات من دقيق المخبوزات، أو لو ما لقيناش بقى دقيق مخبوزات نستخدم متعدد الاستخدام. عندنا 0.5 كوباية زيت، 1 كوباية زبادي اللي هي الكوباية المعيارية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة من الملح، وكوباية مية دافية علشان نعجن بيها. دي العجينة، عجينة سهلة وبسيطة جدا جدا ومكوناتها كلها في البيت. أما الحشو أو التوبنج بتاع المناقيش هيبقى 1 كوباية زعتر حلبي، عندنا 2 كبار من السمسم المحمص، 0.5 كوباية زيت زيتون، دول عشان نخلطهم على بعض كده ونعمل بيهم التوبنج اللي على الوش. حشوة الجبنة أو توبنج الجبنة هيبقى 1 كوباية جبنة كريمي و2 أو 3 من ميكس الجبن، موتزاريلا وشيدر ورومي مبشورة كمان لو متوفر. في كمان مناقيش باللحمة، ودي هتكون عبارة عن إيه؟ لحمة مفرومة أيا كان بقى الكمية بتاعتها. هنحتاج لها بصل مفروم ناعم، فلفل مفروم ناعم، طماطماية اللحم بتاعها بس اللي بره برضه هنفرمه ناعم، 1 فلفل حامي لو احنا بنحب السبايسي هنفرمه ناعم، لو ما بنحبش حراق هنحط فلفل رومي، معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من البهارات السبعه، وملح وفلفل اسود. اظن الدنيا سهله جدا. تعالوا بينا بسرعه نحط مكوناتنا في العجان علشان نعجنها. زي ما قلنا دقيق مخبوزات منخول، احط معاه الخميره والسكر اللي نضمنا فيها الخميره كويس جدا جدا، وهضيف معاهم الملح، وبكده اكون حطيت كل المواد الجافه. تعالوا بينا نخلطها ونقلبها مع بعض قبل ما ابتدي اضيف الزبادي والزيت وانزل بالميه الدافيه علشان اعجن. حطينا الزبادي وحط كمان الزيت، وتعالوا ناخد بقى 1 كوباية من المية الدافية ننزل بيها تدريجيا. العجينة اهي طرية جدا زي ما انتم شايفين، تحفة، بس فاضل لها شوية عجن، شوية لسه ما بقتش ملسة بالقدر الكافي، عايزة تتعجن اكتر من كده. اعجني 10 دقايق لغاية ما العجينة بتاعتك تبقى ناعمة تماما مطاطية، مهما تمطي فيها تلاقيها. ما تبصي دي بتقطع ازاي، اول ما اعمل كده بتقطع عشان لسه محتاجة عجن اكتر. هسيبها بقى تتعجن كويس جدا، وبعد كده بعد ما تتعجن هحطها في طبق. الطبق ده يكون دهن مدهون دهنة خفيفة بالزيت، واغطيها ببلاستيك. تمام، يبقى العجينة مدهون تحتيها زيت خفيف وفوقيها زيت خفيف، واغطيها بالبلاستيك وفوطة نظيفة علشان تخمر ويتضاعف حجمها. بعد كده هنعمل ايه؟ هكورها كور متساوية الحجم واغطيها بفوطة نظيفة علشان الوش بتاعها ما ينشفش. وتعالوا بينا بقى نشتغل. هبتدي اخد الكورة وندي رشة دقيق بسيطة، محتاجين بس رشة دقيق. طيب على بال ما نجيب رشة الدقيق عشان نفرد المناقيش، انا مجهزة مناقيش هي عايزة تخش الفرن. طيب بعد ما بنشكل المناقيش ونحط لها التوبنج اللي عليها نعمل ايه؟ نسيبها تخمر مرة تانية زي ما بنقول، مرة بعد العجن ومرة بعد التشكيل؟ لا، انا هدخل على طول الفرن على الرف الاقرب للارضية. هروح اظبط الدنيا، ده مظبوط اهو. طيب هو الفرن مش شغال فانا هشغله. تمام، وده كمان. فما ينفعش ابدا ادخل عجين في فرن يكون مسخنش عشان هيبوظ مني. تمام، يبقى الافران لازم تكون شغاله وسخنه جدا علشان مجرد ما ادخلها ما تاخدش 10 دقايق وتطلع تبقى طريه ولذيذه. على ما يسخنوا تعالوا نشكل مع بعض المناقيش. بينا بقى نفرد المناقيش بالشكل ده.
على رشة بسيطة من الدقيق، ونجيب النشابة ونفرد. افردي كويس، عايزينها رقيقة مش عايزينها تخينة. نظبط الدنيا كده. هايل، بص السمك، يلا بص السمك رقيق ازاي، بصوا باين معانا اهو رفيع. هايل، هنجيب صاج بتاع فرن، انا دايما بفضل الالومنيوم في تسويه المخبوزات عامه بيطلع حلو قوي، وادي دهنه خفيفه خالص من الزيت علشان ابتدي ارص فوقيها المناقيش عشان ما تلزقش بعد التسويه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكتريش، هي دهنه بسيطه وزعيها بقى. واحطها على الصاج، وتعالوا نعمل واحده تانيه. نفرد عايزينها بسمك رفيع جدا اهو بالشكل ده، ونحط يلا اهو باينه معانا، بصوا حلو قوي. وفي الصينيه اللي مدهونه دهنه زيت، عايزين العجان فين؟ ها، تمام. يلا بينا بقى هنعمل ايه؟ هجيب طبق، بسم الله، هخلط فيه الزعتر مع السمسم، ونحط لهم شويه زيت زيتون علشان نحطهم على وش المناقيش وتبقى مناقيش بالزعتر. معلقه ونقلب. ندي كمان شويه زيت. دي الخلطة علشان نحطها على وش المناقيش عشان تبقى مناقيش بالزعتر وزيت الزيتون. يلا كده، بصوا شايفين الشكل الجميل قد ايه. عايز اقول لكم المناقيش دي بتبقى طعمها حلو قوي، والزعتر زي ما قلنا قبل كده له فوائد كتير جدا جدا، من اهمها ان هو بيساعد الولاد على التركيز، فلطيف قوي قوي ايام الدراسه بصراحه. هنا كمان ونوزع. حلو قوي، ما يلا بينا بقى اروح ابص الفرن اخباره ايه. هو طبعا لسه برضو شوية، هشيل ده خالص وأقرب الشبكة للأرضية. الفرن بتاعي على أعلى درجة حرارة، ونشغل. مشغلة فوق وتحت والمروحة كمان نفس النظام اللي عملناه نعمله هنا. ننزل كده قرب للارضيه. الخبز يا جماعه عليه عامل كبير جدا جدا في نجاح المعجنات بتاعتك، يعني ممكن تكوني ماشيه على المقادير وعملتي كل حاجه بس في الاخر المناقيش طلعت ناشفه، ما طلعتش مظبوطه، علشان الخبز عليه عامل كبير. لازم فرن سخن قوي على اعلى درجه حراره، ولو بيشتغل فوق وتحت هيبقى زي الفل. تعالوا نعمل برده مناقيش تاني كده بالجبنه. طيب نعمل دي بس كده عشان نجرب اللي بالجبنه، نرجع نعمل اللي باللحم بالشكل ده. قلنا ان كل ما رققتيها اكتر كانت نتيجتها احلى.
ندهن بس كده الصوت بتاعنا. ممكن نحط هنا لو تاخرنا دي كده تيجي جنبها عشان ايه المساحة. هيل هحط دي هنا. تعالوا ناخد الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا زي ما قلنا في جبنة كريمي وجبنة اللي هي شيدر وموزاريلا. هحط الكريمي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ووزعها. ممكن على فكرة ناخد من الجبنة الكريمي اللي احنا عاملينها كمان، هتبقى تحفة جدا. ودي عليها بقى خليط الجبن. وزي ما قلنا الخبز على طول بعد التشكيل هشكل وادخل الفرن السخن على درجه حراره 220 على الرف الاقرب للارضيه عشان يستوي معايا بسرعه. والمناقيش طلعت معانا من الفرن. عايزه اوريكم كمان شكلها من تحت. بصوا كده معايا. يلا بصوا طريه ازاي، طريه جدا ومن تحت تحفة ما شاء الله اللهم بارك، سخنة مولعة. تعالوا بينا بقى، احنا كناش عملنا خلطة اللحمة. تعالوا بسرعة بسرعة نعمل خلطة اللحمة اللي بتتحط على وش المناقيش. هناخد اللحمة المفرومة، تمام، يفضل تكون حمرة خالص. احط عليها بقى لحم الطماطماية اللي متقطع مكعبات صغيرة، وادي الفلفل الحامي لو احنا بنحبه، فلفل رومي والبصل كله متقطع صغنن جدا، فص الثوم، عندي بهارات اللحمة والملح والفلفل. تمام، نعجن بقى الكلام ده كله كويس قوي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والمناقيش بتاعتنا فردينها وحطينها على صاج مدهون بالزيت زي ما عملنا في الجبنة وعملنا في الزعتر. اهم حاجة بس نخلط اللحمة كويس قوي قوي عشان تمتزج بكل المكونات والتوابل اللي محطوطة فيها. هايل. ناخد منها بقى ونحط على وش المناقيش كده ونفردها. التانية. أظن ولا أسهل من كده. طيب إحنا ممكن نشيل دي نحطها في الطبق بتاع العجين أهو، ونكتفي بدول عشان يستوي كويس معانا كده. الدنيا بسيطة وسهلة. مناقيش اللحمة مش تاخد منك وقت وهتفرط معاكي كتير علشان بنزود الطماطم والبصل والفلفل، فهتفرط معانا كتير. هبص على اللي في الفرن لسه شوية صغيرين عليه كمان تكمل تسويتها. وهنا ما شاء الله. بسم الله عشان ما يلسعناش. زي الفل. هوبا 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 هوبا، سخنه قوي. خلاص اخد لون من تحت والدنيا تمام. الجبنه ساحت والعيش نفسه بقى طري ولذيذ جدا جدا.